السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي رحلات التسقيط من بحري وكأنك فيها. هنوصف لكم كل حاجة في الرحلة، الوقت، الطعوم. خليكم معنا، تابعونا، تنسوش تعملوا متابعة على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، صفحة منوعات رحالة. خليكم معنا. صلاة على النبي أبو خالد. بالراحة بالراحة بالراحة، طوله بالراحة. بص قدامه النبي، الصلاة على النبي. النهارده ان شاء الله يا جماعه هنوصف لكم رحله تسقيط اكنكم معانا بالظبط، يعني عشان في ناس ليها اسئله ياما، فانا ان شاء الله النهارده هنحاول نجاوب على كل الاسئله في فيديو. طبعا الناس كلها بتيجي بتتجمع هنا، لو ما معكش صاحب مركب تتفق معاه ان انت طالع معاه، لو جيت هنا في المكان ده كده هتقدر ايه، هتقدر تسوي نفسك وتعرف ايه وتعرف تطلع من هنا. علامة طبعا المكان اللي احنا فيه ده، احنا كده احنا قدام اسم الانفوشي، انا هنخش عليه كده وهنوري لكم الناس برضو ازاي تجيبوا الطعم بتاعكم وكل حاجه ان شاء الله. هنا الطعم اهو يا جماعه. ده الباب اللي احنا بندخل منه. يلا سبح مهونا بقى صايب. وده اسم الانفوش اللي التجمع كله عنده ان شاء الله. خليكم معنا. طبعا يا جماعه بنيجوا هنا اهو على بندخل من الباب اللي احنا ورناه لكم من بره، وبنيجي هنا بناخد اللانش الصغير ده يوصلنا للمركب. اللانش ده اسمه تاكسي، هنا اسمه تاكسي. الناس دي كلها مستنية تاخد لانش يدخلهم للمراكب اللي هتطلع عليهم، اللي هو التاكسي ده نفسه. طبعا المراكب الكبيرة دي بتفرغ سمكة، يا ربنا يوسع علينا وعليهم. بسم الله ما شاء الله، جمبري طازة اهوت لسه نازل. ربنا يرزق الجميع يا رب. ما شاء الله على الخير اهو اللي جاي من البحر، ما شاء الله لا قوة الا بالله. الله يبارك للناس في رزقها يا رب. طبعا النهارده احنا عاملين حسابنا ان الجو عادل، يعني فعشان كده الدنيا زحمه خالص زي ما انتم شايفين. طبعا السمك ده يا جماعه بيتفرق زي ما انتم شايفين كده، وبيدخل المبيع بتاع السمك او الشادر اللي هو بتاع بحري بتاع الانفوشي، بيتعمل عليه مزادات تجاريه، يعني دوت كده بيتوزع على التجار. بص لو تاخدوا بالكم من الراجل لابس اخضر ده، كل طاوله بياخد منها شويه، دي الكرومية بتاعته او هو ده اتعابه او اجرته اللي هو بيعمله ده، للعلم بالشيء برضه. كده يا جماعة الناس كلها ركبت المركب اهي، ورايحين احنا لحرس الحدود، هنسلم البطائق بتاعتنا ونبلغهم ان احنا طالعين نصطاد. واحنا داخلين على الحدود هنوري لكم الدخلة بتاعتنا. ان شاء الله كده دي دخلة الحدود كده عند المنارة اللي انتم شايفينها دي. نركن المركب وحد بيطلع يسلم البطايق وبيجي.
حساباتنا اهو يا جماعه، وقفنا بنسبه ان احنا ايه طالعين نصطاد. كده يا شباب هم الحمد لله طلعنا خالص من الميناء، وبندور على مكان هنرمي فيه وعر. يا مساء الحال يا رب. السلام على النبي يا شباب، والاستفتاح ليا اهو يا كريم يا رب. حتة هلبوش فيها بتاع نص اهي، الصلاة على النبي يا كريم يا رب، الصلاة على النبي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. بص كده، طيب بص بيعد معاك قدامه اهو. النبي الصلاة على النبي، ما شاء الله احنا بنصوره. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. حاسب السلاح تحتيه اللي جوه التعود. استنى يا محمد، طول لها واحده هنفتلك عليها، يطلعوا كده واحدة عشان نلف ونرمي الهيل ده. هو بياخد سمك كده، ما خدش سمك خالص. لا كده ياخد. اما نقف كمان المركب ده، كان المركب ده. صلى على النبي يا شباب. انت على فكرة النقاب عندك مفتوح ولا ايه؟ حلاوتك يا ابو خالد. تعالى يا ابن تعالى يا ابن يا ابن المنكوشه. خد بسم الله الرحمن الرحيم. نمد عشان الشعر ما يعورش. ماشي عينك على عودة، على عود جابك وجاب العود. حبيبك اهو ابو الاشواق. سلام واجمع. خلاص هيمشي. هو تقريبا هو اللي كل السمك. طبعا يا شباب احنا ايه؟ وقفنا على وعر وربنا كرمنا برضو، بس في ناس ما خدتش سمك، فالمركب اجتمع رايه ان هو يطلع على الغزيلة. ابو خالد اهو بيطلع ماسك الدفه، والحاج شوقي بيطلع الهلب اللي احنا كنا ايه حاطين عليه. بس ان شاء الله خليكم معانا ان شاء الله. لا يا ابو خالد ده احنا غيرنا لك الارض مخصوص ابو خالد. ان شاء الله دي، خلي بالك. ان شاء الله يا موسى، على بالك ابو خالد.
صلاة على النبي، صلاة على النبي، ما شاء الله. بتصور؟ أكيد طبعا، وأنا هنضيع لقطة زي ده أبو خالد. بس أنت بس ما تخافش ظننا واطلع بحاجة غير القراب. والله شكله قراب. لسه ما بانش. لا لا لا، بالصلاة على النبي ما شاء الله. تيس حبيبك يا معلم، حبيبك بالله. اصبر حلوه فايق بالله عليك. اصبر ابو خالد، حد يتعمل له يا جماعه. الصلاة على النبي ابو خالد، بالراحه بالراحه بالراحه، طوله بالراحه. يلا اطلع لفوق يا ابو شوقي. يا لعبك يا ابو خالد. ماضي احتراف انت مع الحلاليف انت. ماضي احتراف معاه انت. بالصلاة على النبي ما شاء الله. عايزين حلاليف بقى. حطوا لي في التلاجة عندك. طيب طب بص بس كده الأول. ايه؟ اعمل لي حتة كده عشان نحطه لك في التلاجة. ماشي يا أبو خالد. شباب برضو ايه، قعدنا دخل علينا سمك القراء. فدي تالت نقلة في اليوم. بصوا يا جماعة القراءات اللي احنا واخدينه. كده هننقل نقلة تانية كده ان شاء الله. ايه؟ هدول كمان. انا جبتهم كلهم. يا هدول هما بيتحركوا. ماشي. هما بيلعبوا. ايه. ابو خالد يا جماعة جاب حلوف طبعا من ساعتها. وعمال يعايرنا كلنا بيه. ادينا ردينا عليه اهو الحمد لله. اي خدمة ابو خالد. يا ابو خالد. الحلوف اهو ابو خالد. ما شاء الله. والله ردينا على ابو خالد اهو. سمكتين اهم جنب بعض يا جماعه عشان محدش يقول ايه هي سمكه وعاملين عليها الحفله. وحطينا واحده في كيس عشان ايه يتعرفوا من بعض. محمد ناجي اهو يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. حلاوتك يا حماه. ضرب اتنين جحا، واحد جحا وعر واحد جحا رمل. وفي سمكه متاكله منه اهي. هات كده الراس ده يا محمد. راس بس. ايوه. حلاوتك يا حماه. حبيبي عم سامي. يعني في قرص هنا. حاج محمد يا بتاع البربوق. حلاوتك. بص طب بص لنا كده طيب. وشك مش باين. حبيبي ابو خالد. الله ابو خالد. يلا اطلع ابو خالد. الصلاة على النبي. اطلع. حلاوتك ابو خالد. ماشي معلش. الصلاة على النبي ابو خالد ما شاء الله. صار اربع ده. حط على ايدك كده ابو خالد بعد اذنك. عامل ايدك كده. ما شاء الله ما شاء الله. حاج محمد دي اخر نقلة يا جماعة في الغزيلة اهي. يا مسهل الحال يا رب. ماشي يا حاج محمد. الله ينور. نسرع برضه هما استفتاح هنا في اخر ارض اهي. دي ان شاء الله دي كده اخر نقله. وبعد كده ان شاء الله ايه هنمشي يعني باذن الله. صراحة حلو محمل اهو. حتى ودي التانيه. والناس كلها الحمد لله بتسترزق يعني. الصلاة على النبي. حته مزربانه اهي. بالحجم ده؟ اه والله. سبحان الله. أفضل حاجة نوادر. ما شاء
هنشوي طول بالك. ثانيه عمو محمد ناجي هلاعبك يا كبير يا حماه. ماشي يا حماه الله يوفقك. هو معرض ايه؟ واخيرا وادي حسن الختام اخر حاجة طالعة في الرحلة ان شاء الله. يا كريم يا رب. كحاية وروح. كده يا جماعة الساعة 4:50. 4:50. ودي ايه كده ان شاء الله نهاية الرحلة بتاعتنا. هنبدأ بقى ان شاء الله نطلع على البر. ساعة ما نوصل ان شاء الله هنقول لكم الساعة كام ونتابع مع بعض بقية الفيديو. ان شاء الله هيبقى اخرنا يا الرصيف يا حرس الحدود لاستلام الايه؟ لاستلام البطايق بتاعتنا. كده الناس اغلبية الناس لمت، في ناس هي لسه طالعة ان شاء الله. ربنا يرزقها. الساعة دلوقتي يا جماعة هي في حدود 5:50. يعني خدنا ساعة من اخر مطرح كنا قاعدين عليه في الغزيلة. كده احنا خلاص قربنا من القلعة اهي. بس اما خلاص يا جماعة ان شاء الله كده ايه فاضل لنا ان احنا ندخل جوه. ما اظنش ان هيفيدكم حاجة تانية يعني. كده هي الرحلة تعتبر بدأت من الساعة 7 تقريبا، خلصت كده الساعة 5 ان شاء الله. يعني هي لسه فيها نص ساعة قبل ما ناخدوا البطايق بتاعتنا وكده. بس انا عشان ما نطولش عليكم ان شاء الله دي نهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا شبابنا دي اخر محطة في اليوم بتاعنا. دي الحصيلة بتاعتنا الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. يعني حاجات حلوة هي بالصلاة على النبي. طبعا مش كل يوم بيبقى الوضع كده، مش كل رحلة بتبقى على كده. ساعات نص دوت ساعات برضو يعني يوم كده ويوم كده. بس احنا النهاردة كان ربنا موفقنا.